أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نرحب بكم إلى هذه الموجة المفتوحة الخاصة بالانتخابات للسلطات المحلية العربية التي انطلقت في الساعة 7 صباحا وتتواصل حتى 10 من مساء هذا اليوم، حيث تقفل صناديق الاقتراع في جميع البلدات العربية، وهناك بلدات صغيرة حسب عدد السكان ستغلق الصناديق في الساعة 8 مساء. نحن الآن نركز على النتائج التي وصلتنا حتى نسبة التصويت حتى الساعة 5. جلجوليا 42%، عبلين 56%، البعين انجداد 54%، بئر المكسور 46%، جديد المكر 39%، إكسال 44%، الناصرة 21%، كفر قرع 45%، باقة الغربية 43%، الطيبة 29%، أم الفحم 20%، الطيرة 33%، جس الزرقاء 42%. أيضا وصلتنا في هذه اللحظة أيضا نتائج من بيت جن، وصلت النسبة إلى 51%، بقعاتة في هضبة الجولان 24%، 24 بالفعل، القسوم 41%، جولس 54%، جت 37%، الزرازير 52%، والبعني 43%. طبعا كل ذلك حتى الساعة 5 مساء. أعزائي المشاهدين، نبقى في رهط، حيث ينضم إلينا الآن من رهط الشيخ عصام العبرة، مختار عشيرة العبرة. أهلا ومرحبا بك الشيخ عصام، كيف هي الأجواء الانتخابية في رهط؟ أول حاجة مساء الخير لك وللجميع ولكل البلاد. الأجواء هي عن جد عرس ديمقراطي. اليوم احنا في عرس كان ممتاز جدا، كل شيء ماشي 100%، وان شاء الله يمرق على خير لاخر الليل ان شاء الله. وطبعا في هذه الساعات التي تسبق اغلاق الصناديق، كيف تلمس الاجواء؟ يعني هل هناك ازدياد في حركه السير والذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ نعم، أنا بتأمل أنه يكون لإغلاق الصناديق يكون حوالي 70-80%، لأنه اليوم الأخوز هو أكثر من 80 أو 80، ونتأمل خير إن شاء الله. نحن لهاللحظة هي حوالي 51% صندوق الاقتراع. نعم، الملاحظة العمل أنا بتوجه، تفضل. أنا بتأمل وبناشد وبأحكي للجميع، لكل أهالي رهط يخلصوا العمل وللصناديق مباشرة يوفوا لحد حوالي 80-85%، يكون كذيانتي جاهزين لعد الصناديق. مقارنة بالانتخابات السابقة، يعني هل ترى النسبة وقدوم الناس على التصويت أفضل مما قبل أم أن هناك تراجع؟ نعم جدا أكثر، لأنه الخمس سنين اللي مرقن في مدينة رهط كانت الأجواء كانت مشحونة المرة اللي فاتت. اليوم الحمد لله احنا بصورة عامة هي أحسن والأجواء ممتازة جدا. أنت كشيخ عشيرة العبرة، كيف تتمنى أن يكون الرئيس، كيف ترجو أن يكون الرئيس، واجبات الرئيس بالنسبة لمدينة كبيرة جدا مثل رهط؟ أنا بتمنى للرئيس القادم، وإن شاء الله إنه يعترف اليوم فالحالات الاجتماعية والسياسية نظافة البلد أهم، يحافظ على رهط كمدينة من أكبر مدينة في الوسط العربي. أنا بتمنى له النجاح والتقدم بإذن الله تعالى. وبالنسبة للعضوية البلدية هناك، يعني هل تعتقد أنه عضو البلدية في رهط سيكون له هذه المرة تأثير على البلدية بشكل عام؟ نعم طبعا لازم يكون له تأثير. يعني صراحة أخي
السنة هذه محصورة الانتخابات يعني، ومعروف مين والأعضاء طبعا يعني زي ما بيكونوا ضد الضد يعني، في لحوالي 6 من 11 ما بيكون لهم تأثير. أنا أتأمل من الله أن يكون قدوة لرهط وللسنين القادمين إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. الشيخ عصام العبرة مختار عشيرة العبرة، كنت معنا مباشرة من مدينة رهط، شكرا وبالتوفيق. بارك الله فيكم، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى مدينة الناصرة، تنضم إلينا في هذه الأثناء في بث حي ومباشرة من هناك الزميلة بيداء أبو رحال نجم. مساء الخير بيداء، كيف هي الأجواء الانتخابية في الناصرة؟ مساء الخير لك زميلي شاكر ولجميع المشاهدين. بداية، الأجواء الانتخابية في مدينة الناصرة هادئة نوعا ما، نسبة التصويت لغاية الآن تجاوزت 21%، ولكن في مدينة الناصرة كغيرها من البلدات والمدن العربية عدم توافد كبير للناس إلى صناديق الاقتراع، وهنالك أيضا خيبة أمل في الشارع ليس فقط النصراوي بل في جميع البلدان نوعا ما من خلال نسبة التصويت المتدنية لغاية الآن. معي الآن ضيوف من مدينة الناصرة لكي نتحدث إليهم ونأخذ آراء الناس والشارع النصراوي. إذن في هذه اللحظات بيداء، كيف تلمسين؟ مجدي حربجي من الناصري، تحكي لي كيف شايف أجواء الانتخابات حاليا؟ الأجواء مشكل قد زي السنين اللي قبل اللي كانت بالماضي، الأجواء كتير على التصويت كتير منخفض بالأيامات هاي. شو السبب حسب رأيك؟ السبب لأن الناس فش مشان الحروبات وهيك، الناس فش الأخلاق إنها تطلع تصوت، والأوضاع مش زي الأول كيف كانت قبل 4 5 سنين، مشان هيك الناس فش قاعدة بهالدور وفش. حسب رأيك الحرب أثرت على نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ طبعا الحرب، انه هي الناس تطلع على الحرب وهيك، ففيش انه خلق هيك انه يطلعوا اللي يصوتوا وكذا بهال. كيف شايف مدينة الناصر اللي هي تعتبر من اكبر المدن العربية وعاصمة البلدات العربية، تحكي لي كيف شايف الاجواء بالناصر؟ هل في حركة 21% لغاية الان؟ الحركة كتير هادية والاشي ما بطمن شيء لشيء، يعني الشيء اللي بطمن الشيء حتى الساعة 6 6:30 الساعة، ف 21 ل 22% نسبة التصويت، هذا الاشي ما بطمن شيء. في قلق؟ طبعا في قلق، واحنا نتأمل انه الناس تطلع وتصوت مشان ان شاء الله اللي ياخذ كيف بيقولوا الافضل. شكرا لك مجدي، تفضل تعرفنا عن حالك. مساء الخير، اول شيء بدايه نائل حسين من الناصري. اهلا استاذ نائل، تحكي لي كيف شايف اجواء الانتخابات في مدينتك في مدينه الناصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين. الاوضاع بتطمن الشيله كيف الحكي الشاب اللي قبله، الوضع شيله، هاي النسبه مرفوضه شيلا، واحنا اصلا كنا متوقعين لفخوت اكثر من هذا يعني لو بالنص. يعني لحد حسب رايك بالتدني اكيد الاوضاع الحروبات اللي بتصير واللي كل الناس قاعده على التلفاز وبتحضر الاخبار، شهرين واحنا عايشين على التلفزيونات والم واوجاع واهلنا في غزه، بنشوف الاوضاع اللي بتتاثر فيها الناس. طبعا مش راح واحد يقول لي زي السنين اللي مرقت. يعني حسب رايك الحرب هي اللي اثرت بشكل مباشر على نسبه التصويت؟ أكيد هذا شيء طبيعي معروف، الناس يعني انا اليوم انا بقى حتى من هون من هذا المكان اناشد جميع الناس جميع المواطنين، اخرجوا الى صناديق الاقتراع، ادلوا باصواتكم، الناصري إلكو برضو يعني إن صوتنا مما صوتنا مش راح يتغير إشي، صح ولا لا؟ إحنا أنا بطلب من الجميع يطلعوا يصوت، واللي جاي نقول إن شاء الله أحسن والخير لقدام إن شاء الله. شكرا لك زميلي شاكر. كما رأيت أراء أهالي الناصرة أن الحرب هي السبب الرئيسي في عدم التصويت والخروج إلى صناديق الاقتراع، إليك زميلي شاكر. نعم شكرا لك بيداء أبو رحال نجم، كنت معنا من مدينة الناصرة. أعزائي المشاهدين، مأمور الانتخابات في باقة الغربية بعث لي قبل قليل نسبة المصوتين في باقة هي 46.2 حتى الساعة 6:00، يعني هنا مثل ما نلاحظ تبدأ أكثر. دعونا الآن نعود من جديد للزميل فتح الله مريح في بث حي مباشرة من دالية الكرمل. مساء الخير الزميل فتح الله.
مساء النور زميلي شاكر. مرة أخرى من الكرمل الأخضر هنا في دالية الكرمل. كنا قد رأينا قبل أقل من قبل ساعتين الاحتفالات في الشارع الرئيسي هنالك من أمام الجمهور الذي أحاط بصور المرشح أكرم حسون، وإلى جانب هنا الجمهور يعني يتجمهر أكثر إلى المرشح رفيق حلبي. هذه الأجواء الاحتفالية في دالية الكرمل تشير إلى أن السلم هو سيد الموقف، يعني حتى هنا إلى جانب الاحتفالات التي نراها للمرشح رفيق حلبي احتفال يعني على بعد مترين لأكرم حسون، وهذا يدل على التآخي وعلى هذا العرس الديمقراطي المميز في دالية الكرمل التي تعيش أجواء احتفالية منذ ساعات الصباح، وكأن أجواء يعني عرس كبير هنا. نسبة التصويت مرتفعة جدا في دالية الكرمل إلى جانب سيدات وصلنا للاحتفال بهذا العرس الانتخابي. عارفين حالي؟ فوتي حلبي. كمان مرة؟ فوتي حلبي. فوتي حلبي، كيف الأجواء؟ صوتت عملية؟ طبعا صوتت، وإن شاء الله صوتي بيكون ناجح. أحلى أجواء عندنا في دالية الكرمل، حب وكلنا إيد واحدة، كلنا إخوة، فيش حدا بيزعل من حدا، كل واحد عنده رأيه بيعطيه، وإحنا كتير مبسوطين في الدالية في أجواء الدالية. إيش اللي مميز الدالي عن باقي البلاد؟ كيف أنا شايف هون الأجواء عن جد احتفالية؟ ليش هاي الاحتفالات الحلوة؟ أول شغلة الدالية كلياتها عندها قلب واحد، كلياتهم بحبوا بعض، لو شو ما صار بتخلوش عن بعض، من أي عيلة من أي محل كلياتهم بحبوا بعض. فودي الكل صوت على قليل صديقاتك أقربائك أجوا صوتوا؟ طبعا كل صديقاتي صوتوا، إن شاء الله بكون النصر حليفنا. تعال شوف صديقتك، تفضلي معنا. عارفينها حالك؟ داليا أبو حمد. داليا أبو حمد. كيف الأجواء؟ أجواء احتفالية، أنا شايف هون مشاركة كبيرة للشابات للصبايا، كيف شايف الأجواء؟ الأجواء عندنا كثير حلوة، إحنا حاسين حالنا في عرس دلاوي، كثير أجواءنا حلوة، وأنا بدعم الكل أنه يجي، وبقوله أنه يجي يصوت ويعطي صوته ويعطي رأيه ويطلع على الشارع ويشوف الأجواء الحلوة من الطرفين، يعني نحن هون كثير حاسين لأنه في عرس دلاوي، عرس دلاوي محبة وتآخي، وكلنا هيك قلب واحد وإيد واحدة وبالنجاح للجميع. سؤال يطرح، أنا شايف في حضور كثير للشباب وللشابات، هذا بدل إنه في حراك عملياً، الشباب والصبايا بدهن تغيير عملياً، أو بخلينا نقول مش بدها تغيير، بطالبوا لقدام إننا نشوف أمور تخدم الشباب الشبان. أنا شايف هاي الأجواء حلوة إنه فيها شباب وشابات مشاركين. أكيد أكيد نحن بنحب التغيير في كل المجالات، أما في أنا حسب رأيي أنه في أوقات بيكون التغيير مش للصالح، عشان هيك نحن بنحبذش إسا في هاي اللحظات التغيير، نحن مستمرين لقدام. بتحب توصل رسالة لأهل الدالي الكرمل، إيش بتقولي لهم اليوم للكل يعني إحنا شايفين مرشحين اثنين بس شايفينكم هنا مع بعض بتغنوا مع بعض، حتى القهوة شربتوها مع بعض اليوم. نحن قهوتنا شربناها مع بعض زي ما قلت، ونحن بنتمنى للكل قلت لك النجاح، وأنا بقول لكل البلد لأهل بلدي أنه نحن نأخذ الانتخابات في روح رياضية في حب وتآخي بعد مرة، ومبروك للمرشح اللي بيطلع. شكرا لك. ومعنا كذلك شخص حابب يشارك بكلمة ولو بنص دقيقة، عرفنا حالك قدام الكاميرا. مجدي حلبي بدالة الكرمل. مجدي، أجواء استثنائية بدالة الكرمل صحيح؟ أجواء كثير كثير جميلة، ودالة الكرمل عائلة واحدة موحدة، كلنا أبناء بلد واحد، تربينا على المحبة والأخوة، وإن شاء الله بظل فيها ذات بال في هاي البلد ونظلنا نحب بعض. عمليا الاحتفالات هون موجودة عند الطرفين، عند المرشح أكرم حسون والمرشح رفيق حلبي، على ايش بدل هذا عرس بتستنوه عيد؟ ايش اللي قاعد يصير بدالة الكرمل؟ احتفالات جدا واسعة من ساعات الصباح. الحمد لله هذا عرس ديمقراطي بدل على المحبة والأخوة بين أهل البلد، والحمد لله نحن بلد وحدة، فيش بيناتنا تفرقة لا عيلة ولا أي شيء بفرق بيناتنا، نحن بلد على المحبة والأخوة. بالنجاح، شكرا لك. الله يسعدك. نعم، هذه هي الأجواء التي تتمتع بها دالية الكرمل، أجواء تخاخي، عرس ديمقراطي من الدرجة الأولى. الميكروفون لك زميلي شاكر.
شكرا لك زميل فتح الله مريح، كنت معنا من دالية الكرمل. أعزائي المشاهدين نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود ونواصل، ابقوا معنا.